في نهاية شهر يونيو ذهبت أنا وزوجتي إلى اليونان لقضاء العطلة الصيفية. سافرنا في الصباح الذاكري بالطائرة من ميلانو، ثم وصلنا بعد ساعتين إلى أوديس. هي جزيرة تقع بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا. وفي المطار أخذنا الباص وتوجهنا إلى الفندق قرب الميناء. في صباح اليوم التالي تجولنا في وسط المدينة، وفي المساء أخذنا المركبة إلى تينوس، وهي جزيرة صغيرة تتكون من 500 نسمة تقريبا. نزلنا إلى الفندق لبعض الأيام وقمنا بنزه عديدة بين البحر والجبل، وبعد ذلك عدنا إلى رودس. زرنا أماكن كثيرة، كان الجو جميلا ولم تمطر سوى إلا ليلة واحدة.